عن مين جاي اليوم؟ روتانا وسيرين عبد النور. جاي لها مبروك لسيرين على الفيلم وعلى الألبوم إن شاء الله بتشوف نجاح وشهرة أكثر على وجهه يا رب. حابب شوفها وشوفك إلك وشوف روتانا. مساء الخير. مساء الخير. هيك فجأة بوسوا. قد ايه سعيد اليوم انه روتانا عم تحتفل فيك بحضور كل الصحافة بلبنان؟ طبعا انا كتير سعيدة اكيد ومبسوطة بالكل الموجودين وبالصحافة بالاعلاميين بالفنانين يعني بالموزعين بالكل الموجودين. بتمنى انه نقضي هيك وقت حلو ويعجبون الالبوم يلي هلا انطلاقه يعني رح نوقعه ان شاء الله سوا. احنا رح نتركك تتصوري وتصوري على المدعوين ونرجع بنحكي. يلا مرسي مرسي. سابين مساء الخير. مساء النور. خبريني قد ايه سعيده بسيرين اليوم؟ اكثر ما بتتصور. هيدا اول سي دي البوم بينعمل له حفله هيك. ان شاء الله يكون ناجح بقدر هالحفله الناجحه هلا وان شاء الله على طول نشوف له اعمال كمان تكون احلى واحلى. لما كنت انت وسيرين بعدكم ببيت العائله بعدكم صبايا مراهقات، شو كانت احلامها لسيرين عبد النور؟ كانت أحلامها هيك فنية يعني على طول، يعني كانت بالمدرسة ينقوها هي مثلا تطلع تغني على المسرح تضلها ترقص، كانوا خليتي يقعدوا يتفرجوا عليها يعني تضلها مثل واقفة ويغني لنا تغني وترقص، وهيدا كانت كتير حركة مثل هلأ يعني. وحققت إن شاء الله تكون حققت حلمها. الحمد لله أنا كتير مبسوطة بالكليب، تعبنا كتير اشتغلنا كتير، سيرين تستاهل كل نجاح. كنا ناطرين نشوف البوسة آخر الكليب. هذا المقصود، كل العالم نطرت البوسة طلع ما في بوسة. خبريني سيرين لأن لحظة يا ريت، أنا كنت بحب إنه يكون في بوسة بس شو المانع كان؟ حتشيلوا عرض في ضوابط حتشيلوا كنتوا خلص بلاها. بس شوفها هي مبسوطة وبعيونها بتطلع بعيونها بعرف إذا مبسوطة ولا زعلانة. بقى اليوم حسة مبسوطة، بقى أنا كتير مبسوط معها. يعني وجهه لفريد كان خير عليك. كل عمره خير من 9 سنين لهلا. شو رأيك بالألبوم ليالي الحب؟ ليك ألبوم ليالي الحب سيرين تعبت عليه كتير، يعني صارت 3 سنين مش منزل سي دي، شغلت عليه من كل قلبها. يعني الأغاني رائعين يعني من أول غنية لآخر غنية، يعني ما فيك تميز واحدة عن التانية. نحن عرفنا إنه عبالك يصير عندك بابي، شو؟ الواحد لعيب بيتجوز لكن ثمرة الزواج هي الولد يعني، وان شاء الله مثل ما الله بريد يعني. هلا اخر شيء يعني مفروض الله راد اذا ما بشي صيفيتي الجين الله راد يعني. هلا رح يقول العالم اخر شيء ديك مرة عملوا عوائل تقول لخيي يقول العالم المشكلة من جوزة مش لكن اللي عم نشوفه اخر الاخبار تابعوني من بعد البريك.